اولا فريق فتح الرياضي لي فريق كبير اللي عنده مستوى في البطوله الوطنيه واللي دائما تلعب على الالقاب، وهذا هو الاختيار ديالي. جيت فريق فتح الرباطي باش نحقق الاهداف ديالي مع فريق فتح الرباطي. اولا قبل ما يتصل بيا فريق فتح الرباطي كانوا معايا زملاء ديالي في المنتخب الوطني اللي عطاوني واحد الفكره على فريق فتح الرباطي. فاش اتصلوا بيا المسؤولين اول فكره فكرت فيها هي نجي نتعاقد مع فريق فتح الرباطي. كما تعرف الجميع وليد الركراكي مدرب في المستوى، والفكره اللي جات لي دماغي حتى انا كنت لاعب مدافع ايمن، فكرت باش نجي يعني نستافد من وليد الركراكي في حيت كان يلعب في البوز ديالي. كونتاكت ديالي الاول مع اللعابه اللي جروب في المستوى، واي لاعب يتمنى يلعب مع الجروب. وسعدت الفرصة للاعب في المستوى، واللاعب اللي قضيت انا وياه مواسم فريق اولمبيك اسافي من فئه الصغرى حتى فريق السنيور، وان شاء الله سعدت الفرصه يعطي الاضافه فريق فتح الرباط. وطموحات ديالي كاي لاعب، اي لاعب تيبغي يفوز بالالقاب، وانا من هاد اللعابه اللي باغي نفوز بالالقاب مع فريق فتح الرباط. تنقل الجمهور فريق فتح الرباط ان شاء الله تسناو فريقي يقول الكلمه ديالو هذا الموسم.